نبيل وعائلته الصغيرة، وبعد 7 سنوات من الانتظار هي خطوات الفرح تسبقهم لمسكنهم الجديد من صيغة عدل بالمدينة الجديدة حملة 3. أنا فرحان ما تصورش باللي يوم عيطوا لي باه نستلم المفتاح تاعي، عندي مدة وأنا نستنى باه نزل المفتاح تاعي، كما راك تشوفوا العائلة فرحانين. فرحة عائلة غزة باستلام المفتاح هي عينة من فرحة طالت 1800 مكتتب موزعين على 3 بلديات. صحيح، لأن السكنات هذه سلمت قبل آجال، الإنجاز تاعها اللي محدد ب المهم قبل 8 شهر هكذا، وهذا الشيء يعني شيء مليح بزاف، مشكورين يعني المسيرين خاصة على مستوى وكالة عدل. فرحة استلام المفاتيح تضاعفت باستلام تلك السكنات قبل آجالها المحددة بقرابة السنة دون إهمال جانب الإتقان في تلك السكنات. الحمد لله، كما يقولوا احنا طلينا عليهم قبل وشفناهم باللي راهم مخدومين يعني احسن ما يرام. العملية ستتبعها عمليات توزيع اخرى ستعرفها الولاية قريبا من مختلف الصياغ.